السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع، وبيض الله وجيهكم على هذا الكرنفال. وبن شمعان شاعرنا ويستاهل أكثر. يا لا 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 يا لا 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 شاعر دون ربع حاضر فالمراسم كلها شاعر دون ربع حاضر فالمراسم كلها بسم الله في البداية واسمعوا موجبات وصولنا جاتنا دعوة منكم فجينا نسوق لها البشاير معتذرنا ولو أن المشاغل كثيرة والظروف الله يسلمكم لنا وانتم شركة ديرة من عهود الأولين والصلاة بيننا ولا بيرضى صلي في صلية والرفيق اللازم والله ما بيع راسه بالفراس ويكني في علم شيخ لا صرت في قرن ابن ساهر ويكني في علم شيخ لا صرت في قرن ابن ساهر تسلمون يا رب تسلم تسلم لابو جان والله انه لك استاهل استاهل ويا كني في علم شيخ لا صرت في قرن ابن ساهر حلانا واحد يا كل من حل باشوت العريض حلانا واحد يا كل من حل باشوت العريض يوم كرمتم اللي كلنا حاضرين في رضاه ابن شمعان راعى المعرفة والبيوت المنقاوية كلنا يقول في باشوت يا ليت مثله شاعرين دون ربعه مثيل الحصن يشتد عاما بعد عام وما واقفه في باشوت تتسطر بماء من ذهب مكثر الشعر لكن ما مثل بن شمعان شاعر شاعر دون ربع حاضر فالمراسم كلها شاعر دون ربع حاضر فالمراسم كلها وسلامتكم.